السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في موضوعنا اليوم وهو الزخرفة البدائية والشعبية. محتاجين يا أبنائي وبناتي إن احنا نوضح إن الإنسان منذ القدم لما حس إن هو محتاج لتجميل الأشياء اللي بيستخدمها وإنه يزخرفها، فكانت الطبيعة هي الأساس في إنه ياخد منها العناصر اللي يزخرف بيها، زي النخيل وزي الجبال ياخد منها الاشكال بتاعتها، وياخد كذلك من اوراق النبات بعض الرسوم اللي يقدر ان هو يزخرف بيها ويجمل مقتنياته، ويقدر يرسم من خلالها على الابواب والجدران وكذلك الكهوف وكذلك القماش والمعادن وجميع مقتنياته. وبعد كده اتجه كمان الانسان انه يستخدم النقطة والخط والمثلث والدايرة والمربع كعناصر اساسية في زخرفة مقتنياته وتجميلها. طبعا يا احبتي النهاردة احنا عندنا موضوع اهو قدامنا، او اللي هو ابريق الشاي، هنحاول ان احنا مع بعض نزخرفه ونجمله باستخدام العناصر المختلفة اللي الانسان استخدمها منذ القدم واستخدمها حديثا مع بعض ان شاء الله. فطبعا في عناصر مكونة للزخرفة البدائية والشعبية القديمة يا أبنائي، منها تشكيلات من النقطة. يعني ايه تشكيلات من النقطة؟ يعني احنا هنعمل زخارف باستخدام بس النقطة. طبعا احنا هنا رسمنا الرسمة دي من الأول بالقلم الرصاص، فانت الأول ترسمهم بالرصاص، لما تيجي تعملوا الزخرفة تستخدموا القلم الرصاص، وبعد كده تبقوا تعيدوا عليه تاني بالقلم الحبر. فالنقطة وليكن ان انا هعملها كده زي دايرة، طبعا تختلف وتنفع كبير وصغير، يعني اشياء كتيرة. هعمل كده، يعتبر كده ان انا بزخرف الوقت بالنقطة. واضح كده؟ طيب حبرضها بالقلم الاسود. طيب نبدأ بعد كده في الجزء التاني، ممكن ناخد تاني من ضمن العناصر الزخرفية؟ ممكن ناخد الخط. زي ما قلت لكم الاول نبدأ نقسم بالقلم الرصاص، وبعد كده نشتغل حاجة بسيطة جدا. اوت خط خط منحنى، وهقفله من فوق بقوس زي ما احنا شايفين، والناحية التانية كذلك خط منحنى وهقفله برضو بقوس بنفس الشيء. وبعد كده هعمل جزء ده كده خط منحنى تحته، نفس الحكاية هنا. واضح احنا بنزخرف اهو، بنعمل حاجة شكلها جمالي داخل الشكل اللي قدامي. ونفس الشيء هنا، اللي بعمله هنا في اليمين بعمله هناك في الشمال اهو، وهكذا اصبح عندنا هنا شكل زخرفة. خلاص ممكن هنا في الجزء اللي تحت دوت هعمل نقاط تاني اللي استخدمتها بس على شكل اكبر بالشكل ده. طيب نعمل واحدة هنا اكبر ونسيب مسافة زيها، نيجي هنا اتنين هنا هم، نعمل كمان اتنين هنا. الجزء ده ممكن نعمل فيه خطوط برضه بالزخارف، الجزء ده نفس الشيء. هنا ممكن اعمل دايرة صغيرة، وهنا اكمل بالخط تاني علشان اوصل زي ما عملت في البداية هنا. تمام، يبقى انا كده عملت زخارف. ايه بقى يا احبات الفنانين، احنا دلوقتي اشتغلنا بتشكيلات مختلفة من النقاط وتشكيلات مختلفة من الخطوط، وكذلك كان الانسان القديم بيستخدم الخطوط والنقاط في زخرفة ما يحتاجه زي ما احنا بنعمل دلوقتي. فهي الفكرة كلها احنا بنشوف الخطوط ممكن اعملها ازاي، شكلها ممكن اعمل خطوط منكسرة زي ما هنشوف هنا مثلا بعد شوية، ممكن اعمل زي ما شفنا دلوقتي نعمل كده دواير، ده شكل من الدواير وده شكل تاني. احنا بننطلق بخيالنا لحاجات كتيرة جدا نقدر نبدع فيها من خلال اللي اتعلمناه. الخط نقدر نشكل بيه ازاي، النقطة نقدر نشكل بيها ازاي، ونبدع بقى. فاهمين معايا؟ عندنا تشكيلات من الاشكال الهندسية نقدر نستخدمها في عمل الزخارف، زي المثلث لأشكال كتير نقدر نزخرف منها، الدايرة نفسها الكبيرة نقدر نزخرف منها، المربع المستطيل المعين، كل الحاجات دي نقدر نزخرف منها زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. هنتعلم مع بعض، هنبدأ نرسم مربعات والمثلثات، وهنحدد الأول جزء كده للمربعات.
وهنبدأ بعد كده نشتغل بالمثلثات داخل المربعات نفسها في المنتصف كده، وهعمل مثلث. احنا اتفقنا ان احنا ممكن نعمل اشكال كتير او زخرفة كتير من خلال المثلث والمربع والدايرة، ممكن كلها لحالها وممكن كلهم مع بعض. دي كلها زخارف اسمها زخارف هندسية. الفكرة ان احنا يعني بنستخدم زي ما اتعلمنا الخطوط، الدوائر، مثلثات، يعني عرفنا مفردات، عرفنا ان في اشكال معينة عرفناها الاول خلاص، وفي دوائر وفي نقط وهكذا. طيب بعد كده بقى الفكرة في ان ازاي استخدمها. يعني انا شغال معاكم دلوقت، انا مش مفكر للكلام ده قبل كده، مش عامل له يعني مش حاسبه قبل كده، لا انا بشتغل معاكم اهوت واحده بواحده، يعني ببدا افكر معاكم في نفس الوقت. واحنا بنشتغل هتلاقوا عندكم افكار ظهرت لكم جديده. مش بس الانسان القديم كان بيشتغل بالعناصر الزخرفيه الهندسيه بس يا اولاد، لا كان بيستخدم كمان الزخارف النباتيه، يعني بيستمد الزخارف من اشكال الايه النبات، من اشكال النخيل وهكذا، الفاكهه وغيرها، فكان بيستخدمها ايضا في الزخرفة. يعني كان ممكن زي ما هنشوف دلوقتي في الركن ده او في الزاوية دي حاجة بالشكل ده كده، حاجة زي فروع مثلا، ده فرع او فرع نبات بس شكله محور شوية، يعني مش بطبيعته اللي احنا عارفينه. وجيت من الجزء دوت وعملت ايه، عملت وردة. او انا جيت اعملها هنا اهو، لقيتها ايه مش عجباني، فهبدأ اخد لها وضع تاني. الفكرة ان احنا بنشكل براحتنا، احنا مفيش حاجة مقيدانا الا الشكل الجمالي بس، عرفتم؟ فانت طول ما بتقول الموضوع صعب لما تيجي تشوفوه انا هسوي ده ازاي وهعمل ده ازاي، لا غلط. احنا نبدأ ناخد ورقة وقلم ونفكر ونشتغل. خلاص يا احبتي، فهفكر ان انا ايه انقل الزخرفة تحت كده شوية، ولو مش ما تعرفوا تعملوا بايديكم مش عارفين ترسموا هاتوا شفاف وانقلوها مرة تانية عادي خلاص. وهبدأ ايه نفس اللي عملته بس اقل شوية في الارتفاع بحيث ان شكلها يكون ايه اجمل. هنا في الجزء دوت مثلا ممكن نعمله مثلثات صغيرة، نيجي بقى هنا لمقدمة الإبريق. احنا ممكن طبعا نعمل هنا، ممكن نعمل مثلا وردة زي ما قلت لكم، اشتغلوا بالقلم الرصاص وبعد كده تحبرهم علشان خاطر ما يبقاش صعب عليكم. بقينا بس الايد الخاصة بالايه الابريق يا ابنائي وبناتي الاعزاء. زي ما عملنا هنا الجسم والغطاء والمقدمة الابريق والقاعدة، برضو نفس الحكاية هنفكر نعمله بايه. احنا عرفنا وتعلمنا ان في دوائر، في مثلثات، في مربعات، في اشكال ايه نباتية زي ما احنا شايفين، في نقاط. طب ايه رأيكم مثلا اذا عملناها خطوط عبارة عن مثلثات او خطوط، يعني وليكن مثلا بالشكل ده، ونبدأ هنا بالعكس، يعني نخلف اتجاه الخطوط. قد ايه فكرة الزخرفة يا اولادي وبناتي، قد ايه ان هي رائعة ممتعة، قد ايه ان هي بتدي شكل جميل جدا لاي حاجة عندنا عايزين نزخرفها ونجملها. كان عنده حق فعلا الانسان البدائي
ان هو يزخرف ادواته، ان هو يحتاج لتجميلها لما حس بكده. كذلك احنا بنحب نشوف كل حاجة جميلة، يعني شايفين ازاي ان هي تحولت من صورة عادية في الاول خالص زي ما احنا شايفين اهو فوق، كانت عاملة ازاي، كانت عادية خالص. شايفين طبعا الفرق، الزخرفة عملت فيها ايه، ادتها شكل جمالي، حسينا فيها بلمسة جمالية، بنحية فنية، بشكل جميل العين والنفس بترغب فيه. طبعا احنا نقدر كمان بعد ما عملنا الزخرفة نلون بقى، نبدأ نوزع، ناخد مجموعة من الالوان ونوزعها على الشكل بتاعنا. طبعا هتضفي شكل جديد جدا وجميل جدا عليه. ان شاء الله انا هعمل لكم برضو فيديو تاني في تلوين الابريق. هو ده كان موضوعنا النهاردة يا صف تالت. اتمنى يا ابنائي وبناتي ان الموضوع يكون عجبكم، وان شاء الله عايزكم تجيبوا ورقة وقلم وتبدأوا تشتغلوا فيه، تعملوا حاجات ان شاء الله ممتازة وغاية في الروعة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، تشتركوا في القناة، والى لقاء جديد بكم في فيديو تعليمي جديد يا احبتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.